ليش اجيت؟ ليش؟ أنا أسعد زلمة بالدنيا لأنه معي أمرين على يميني وعلى شمالي. ما بعرف كيف طوعتكن وأجيت معكن، مو وقتها أبداً. ما عاد في فايدة للحكي. أهلا وسهلا يا بيك. أهلين فيكي. فيني أخذ الأسماء؟ طاهر كاليلي. نفس كاليلي. آسية كاليلي. حالياً. آسية. ايه تفضلوا لو سمحتوا على الطاولة رقم 10، في مين يساعدكم جوا؟ شكرا لإلك، كلك ذوق يا أنسة. في مين يساعدكم جوا؟ مساء الخير أستاذ، تعطيني اسمك لو سمحت؟ مصطفى كاليلي. للأسف ما عندي اسم مصطفى كيالي. مو كيالي، حركي متجنن، مصطفى كاليلي. اوكي أنا آسفة. عفواً قلت لي مصطفى كولالي؟ مصطفى كاليلي. هاتي صلى. أنا أسفة ما فيني أعطيك القائمة، أعطيني اسمك لو سمحت. أستغفر الله، مصطفى كاليلي. في معك بطاقة شخصية؟ ممكن أنا وزوجتي. كالي مصطفى كايلي. أي ولا فيوس. كاليلي كاليلي كاليلي. يسلموا ايديك. انا كثير بحب الجعان. شرفنا بالشركه وبنحكي. بتشرف. سلامي للمدام. بيوصل الله يسلمك. خلاص فرديها بقى. آسيه. اوه اصلا فهمني انت شو عم تساوي هون؟ رئيس الجمعيه صديقي وهو اللي دعاني. طاهر ابن حماي. نفس سلفتي. تشرفنا فيك. أنا بالأكثر. تشرفنا بمعرفتك. وأنا كمان. قالوا لي الشباب إنه رقم طاولتي 10، شكلنا رح نتشارك الطاولة إذا ما فيها إزعاج. لا شو هالحكي. مصطفى بيك مو هون؟ تعبان. ما بيقدر يجي تعبان. ما على قلبه شر. فيني اخدمكن بشي؟ يعني شي دكتور او عندي معارف، لان اكيد عندكن انتم معارف، بس مع هيك انا بالخدمه. تسلم اخي، ممنون لطفك. عود اذا بتريد، لا تضلك واقف. هاد اصلان؟ حقي بيك. كيف صحتك؟ بس شوي. هاد اصلان؟ نفسه اصلان سبب الخناقه يلي بيناتهم؟ اي صح. علقت معناتها. انبسطت كثير بشوفتك، وانا برجع بشوفك. جت المصايب، الله يستر. شو رح يصير؟ Sisa, sisa.
فوتي. بده يزوجني مرجاني، لا وكمان بعتني على باتوم. ولك أنا بكون ابنك. هازان اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.